البنات صباح النور عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ما تديوهاش على الروينه اللي كاين اللورار باقي، انا كنجمع باقي عندي روينه في الشوب ديالي وباقي شحال من حاجات بغيت نقدم. المهم ما عليناش، هذا غير مقدمه باش نقول لكم ما تديوهاش في الروينه اللي اللور، بلاتي نشوف الكاميرا كتبين بشي شكل. المهم البنات جيت نشارك معكم واحد لا كوموند كندرتها عند شيئين، تعطلات شويه. المهم كانت غتوصلني لو 5، تعطلات بشي يومين. الحمد لله انا دائما شيئين كيوصلوني لي كوموند ديالي في الوقت المناسب. واحد لا كوموند درتها واحد جوج حويجات ديال الدار انا نكتشفهم معكم، راه حليت ساشي ولكن ما حليت حتى شي حاجه، غير طليت هكا قلت بلاتي نحط لك نهز الكاميرا ونشارك مع البنات. ومنتا كومونديت البنات شي صنيدلات، فوالا كومونديت شي صنيدلات ديال الصيف هكا كومبونسي، ما عنديش هاد النوع وقلت غادي نكومونديه هاد المره على الله يجيوني. فوالا البنات ديجا عجبوني، دابا راه كنشوف فيهم وعاجبني يا ربي تجي قدي. راه جايين بعدا بيان اونبالي، جايين في الكريطانه ديالهم وكلشي. فرحانه بزاف لانني ما كنتش كننتظر انهم غادي يكونوا بهاد الكاليتي هادي وهاد اللون هذا اللي هو زويون، يعني كما شفتهم في الصوره كما خرجوا. فوالا عجبوني البنات هكا مع الكسيوات، حيت انا مترو 60 يعني قصيره وغادي يجوني يعني غيطلعوني واحد الشويه. قولوا لي البنات كيفاش جاوكم هاد الصنيدلات هادو؟ عجبوني، عندهم هذا ديال لاستيك ما كيتجبدش، جلد من اللور، شفتوا من اللور راه جلد ومن الفوق عاطي هذاك المنظر بحال ديال لاستيك. عجبوني صراحه بلاتي، دقيقه غادي نجربهم وغادي نرجع معكم. المهم البنات ما قدرتش نصبر، مشيت جربتهم واعرين، مشيت بهم شويه مريحين. المهم هذا عجبوني هاد السنيدلات. قولوا لي البنات الا كنتم مهتمين نحط لكم الروابط في صندوق الوصف. لحقاش حتى الاثمنه ما بقيتش عاقله على الاثمنه. المهم اللي مهتم نحط لهم غادي نشوف دابا، حيت هادي ماشي بارتناريا يعني خديتهم من مالي الخاص وداكشي. المهم اللي مهتم تقول لي، ولا شت الاغلبيه بغاو يعرفوا الروابط ديال سميتو غنحطهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. لارتيكل الثاني اللي خديت المهم هما ديزونسومبل، ولكن انا غادي نلبسهم على شكل بيجامات لانني ما كنلبسش هادشي القصير في الزنقه، فكنلبسو في الدار يعني على شكل بيجامات. عوض انني نشري بيجاما هكا اللي كتكون سميتو كناخد ارتيكل بحال هكا. ارتيكل ثاني طرا غادي نشوف، عباره على واحد سميتو لو او هكا كيجي قصير يعني كيجي حتى لهنايا قصير نيت، يعني الا تقدروا تلبسوا من تحتو دي باردور انا غنلبس من تحتو دي باردور، وكيجيو اليدين ديالو هكا مع سريويل ديالو اللي كيجي هكا، كيجي واسع وكيجي تاي اوت، يعني كيتلبس دوك السراول اللي كيتلبسوا حتى لهنايا كيجي تاي اوت. بلاتي نوريكم واش كيبان لكم ولا لا. المهم انه كيجي مع اللبسه هو هذاك، صراحه عجبني. بلاتي نبعد شويه الكاميرا باش يلا يبان لكم، صراحه عجبني هكا. وهذا كيجي هكا من التحت ديالو، يعني هذا البودي يلاه كيوصل حد السروال، حمقني يا البنات السروال عجبني عجبني عجبني، خفيف ديال الصيف. المهم ثاني ارتيكل اللي ما ندمتش عليه، الارتيكل الثالث لحقاش خديت من عندهم جوج بيجامات راه ما حليتهمش غادي نحلهم معكم. الارتيكل الثالث خديته في الماغون، عندو الحزام حط الحزام حتى اي. الارتيكل الثالث تيشيرت فوالا في الابيض كما كيبان لكم، ومعاه حتى هو السريويل ديالو واسع
طيب هذا السروال البنات راه تقدروني تخرجوا به، يعني انا غادي نلبس بالدار ونقدر نخرج به، ولكن التيشيرت راه ضروري انك تلبسي شي حاجه اللي تكون سميتو اللي تكون طويله بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا بيان سور الحجاب. على شتو البنات واعرين البنات، عجبتني لا كاليتي ديالهم، خديت لا طاي اس ولا طاي اس باش ما يعني ما تجينيش شي مفاجاه، ما تجينيش شي حاجه اللي هي واسعه بزاف. والسريويل بيان سور عاطيه لك معاه الحزام ديالو، عجبني والله العظيم البنات الا عجبوني حمقوني. السراول كما كنبغيهم يعني كيجي شويه هكا مزير من الفوق وواسع من التحت، واعر عجبني. صافي هادشي اللي خديت من شيئين، قلت نشارك معكم باش تعرفوا الحوايج اللي انا كناخذ من عندهم. ديجا خديت من عندهم بيجامات وصدقوا واعرين. هادو خديت عاوتاني، هادو اللي كنت حاطاهم في البيت ديال وليداتي لحقاش بنتي قشرات ليا وحده وخسراتها، فخديتهم باش نعاود نلصق هذيك اللي حيدات ليا، نعاود نلصقها ما عرفت شنو جاها ودارتها ليا هاد العبينات هادو. راه كنت فاش درت معكم جوله ديال لا شومبر ديال الدراري الصغار، نحط لكم داك لو اي اللي بغات تمشي تشوف هكا الجوله، واخا مازال ما كملتش لا شومبر، راه كنت بنلصق هاد العبينات فوق لولي، وحده خسرتها ليا بنتي جبداتها ما بقاتش بغات تلصق وانا ما بغيتش نستعمل اللصاق، ف خديت هادو. لاختيك اللي ما عجبنيش هو هذا، بغيت نلصقهم في لا شومبر مي لا كولور سان ريان ا فوار مع لا كولور اللي شفت انا في السيت، واقيلا غادي نلصقها بلاصه اخرى. المهم حتى شي نهار اللي خدمتها راه غادي نوريكم كيفاش غادي نخدمها. واقيلا غنديرها في البيت ديال البنات حيت هما ان شاء الله غنبدل ليهم الديكور، غندير ليهم الدوغي والدوغي هكا والكحل واقيلا ان شاء الله باش برزق. فوالا يمكن غنخدم هذا، اما السيلانه اللي درت في البيت ديال ولادي الالوان بارده ما غاديش يجي. فوالا البنات شاركت معكم المشتريات ديالي، قولوا لي الراي ديالكم حتى نتوما. ودابا البنات بغيت غادي نخليكم نوريكم الغداء ديال اليوم، من بعد في هذا الفلوغ غادي تشوفوا واحد الخريجه هكا لواحد البلاصه اللي هي رائعه قريبه ليا بواحد 20 كيلومتر. البنات اللي كيسولوني في الانستغرام شنو هذه البلاصه، شنو هذه البلاصه عجبتنا بغينا نبدلو الجو ونمشيو ليها. قديت البنات واحد السلاد هكا، سلاد مخلطة فيها لا روكيت سميتو الخيار مطيشة المايس، ودرت عليها لا بيرسياد. لا بيرسياد كانوا شي بنات سولوني عليها اللي كندير لي السلاد، غادي نوريها لكم نيت باش نتقاسم معكم كلكو زاستيس والبنات اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الحوايج اللي جات هنايا في فرنسا ولا شي حاجة. هذا هو البنات اللي كندير سميتو لي سالاد. فوالا البنات اسيزونمون بوغ لي سالاد، فيه الثومه، فيه شويه البصله سيشي، فيه الربيع على سيبولات جو بونس داكشي اللي فيه. زوين بزاف البنات كديروه لي سالاد عوض انكم ديروا الربيع ولا ديروا شي حاجه بحال هكا ولا تقطعوا على سيبولات، كيجي مهم هكا جاهز. فوالا هكا كنديروا لي سالاد. مهم غديتي خفيفه البنات، شط لي شويه البيتزا من البارح، فقلت ما غاديش ندير الغدا ما غاديش نحمق راسي سيرتو هنايا في يعني سخون الحال اليوم. اي حاجه بنادم ياكلها غير انا وليداتي كما كنقول لكم دائما. وهنايا كنت مشيت للنوزة البنات لقيت هاد الزرارع هادو اللي انا كناخذهم اصلا غير كناخذهم غاليين، فنوز لقيتهم بجوج اورو شي حاجه، مي هادو مخلط معاهم لي فروي سيك كيفي انا كيعجبني ندير لي فروي سيك على لي سالاد، فكتجي هكا سلطه متنوعه ومليئه بالطاقه حيت هاد الحبوب هادو البنات فيهم طاقه وفيهم هنايا هاد كما قلت لكم كيعطيكم واحد الطاقه الحيويه للجسم، فيهم لي بيدوغوجي، فيهم نواد بيكون واللوز، فهاد السلطه ديالي هاني تهنيت منها. بغيت نقاسم معكم البنات واحد هاد لي ساشي هادو خديتهم من ليدل، ساشيات اللي ديال لي غلاسون يعني اللي ما عندهاش ولا توضرات ليها هذيك اللي كيديروا فيها لي غلاسون ديال البلاستيك، فهاد الساشيات كيقضيو بالغرض كيوفيو بالغرض.
نخرج لكم تشوفوهم. شاد الكاميرا بيد وكنصور بيد، سمحوا لي. المهم هاد الساشيات البنات دايرين بحال هكا، هما ساشيات عاديين وعندهم هاد لوفيرتيغ هادي كتعمروها بالماء، يا اما الماء ديال الروبيني او الماء ديال القرعه. انا عمرتهم بالماء ديال القرعه، الماء زعما عمرتهم بالماء المعدني. ومن بعد كتاخذوا هاد الكلاصون هادو كتحيدوهم وكديروهم في الكاس ديالكم. انا كنمجد لو جو، هاد لو جو البنات خديتو حيت اون برومو، مي صراحه ما كيعجبناش حيت ماشي شي حاجه، غير كان اون برومو وخديناه حتى الغلاقه ديالو كتحيد دغيا كطير دغيا. فغادي نحيدهم دابا وغادي نديرهم في القريعه ديالي باش تبرد ليا. المهم غير قلت انني نتقاسمهم معكم، كيديروا كيلكو سنتيم، ما غاليينش بزاف ولا انورو، مابقيتش عاقله. هكا كتعمروهم وصافي. من بعد راه كتبقاو تدفعوا، وهذا مي انا كنقطعهم حيت ما كنحتفظش بالكيس، فيهم شي 20. فوالا، غير هكا البنات اللي بغاو يعرفوا ما عارفينش هاد لاستيس. دابا البنات غادي ناخذ لي كلاصون ديالي، غادي نديرهم في الكاس. كنبقى غير كندفعهم هكا بحال كنخرجهم من البلاستيكه ديالهم. فوالا، تدفعوهم البنات وكيخرج لو كلاصون، وكديروه في القريعه ديالكم، كتعمروها بالجي ولا كتعمروها بالماء. فهادي كانت غير واحد لاستيس بالنسبه للبنات اللي هكا اللي سميتو سمع شي حاجه. هادو راه يقضيو الغرض كما كتشوفوا. المهم شاركت معكم البنات هاد الخريجه هادي، كنت مصوراها من قبل باش نيت نعرفكم على هاد البلاصه. بزاف البنات كيسولوني على هاد البلاصه في جهه البشرى، واش حداك، واش البلاصه اللي ساكنه فيها. لا البنات، هاد البلاصه جايه 20 كيلومتر على خوزان، هي واحد البارك ولا الا بغيتو متنفس هكا، سميتو ايل اوليف. الا درتو ايل اوليف في جي بي اس ودرتو لوجونس سور سين، راه غادي يخرج لكم هكا. يعني فيها بلاصه هكا اللي فيها الماء، فيها زعما راه هاد الماء البنات راه ماشي هكا اصطناعي، راه سين غيفيغ، سين فغي غيفيغ. وتقدروا انكم تجيبوا لعوليداتكم، ديروا الكوتي ديالكم هنايا، ولا تجلسوا على لي بون تاكلوا. حنا كنا دينا سندويتشات هكا وكليناهم، عوض اننا نتغداو في الدار، ديناهم وتغدينا تما. غير هو البنات راه ما كاينش اللي كيديروش فيها الباربيكيو، يعني ماشي شي بلاصه اللي كتجيبي ليها دير الباربيكيو ولا شي حاجه بحال هكا. كتجلسي غير فوق البون وكتاخدي البيكنيك ديالك، ولا كتاخدي البوتي ديالك ولا الغدا ديالك الا كنتي جايبه معاك شي حاجه خفيفه بحال هكا. وفيها بلاصه فين كيلعبوا الدراري الصغار،
و فوالا هذا مكان يعني بالنسبه لنا حنايا في هذه المدينه اللي ما فيهاش بلايص فين تخرجي، هذا هو واحد من البلايص اللي كنتنفسوا فيها مره ونخليكم مع الصور ومع الفيديو، فرجه ممتعه.